عبد الله مطلعنا اليوم بالبوليفارد. هذا منطقة. شنو لابس انت اليوم؟ دشداشة. دشداشة؟ ايه. شكوى البلنسياجا، يعني كويتي. يعني دشداشة وماركة ها؟ شوف. تمتع بهم. كونسبت جديد في السعودية. كونسبت جديد في السعودية اللي هي المناطق المفتوحة الأوبن أريز اللي هي تكون زي ما انت شايف تقريبا زي الووك. هذا المركز الاول يعتبر البوليفارد الصغير، بعده يجي المركز الثاني. مركز البوليفارد الثاني بعد شوي لسه ما بعد فتح. بعد شوي نروح ما بعد فتح ها؟ لسه ما بعد فتح. لا بس تخيل المنطقه هذه بس طريقه اكبر. اوكي فهمت. احنا اليوم وين بنروح؟ مطعم مادلين، مطعم انترناشونال او تقدر تقول مور فرنش. كم كرتون حليب؟ لا راح موضوع الحليب. كم كرتون حليب وخذيه وخلاص اقطعيها يصير بيننا شغل. الله يهديك عبد الله. والله الغالي. هذه وردة للهوى، هذه جروحك عطي روحي سيدي. الحمد لله. الله يسعدك، ايش اخبارك انت؟ وين بتودينا؟ بما انك كنت مبتعث كنت برا كنت في امريكا رحت الي في الصيف، لازم نوديك ايرث تسترجع الذكريات. بس لازم تروح ايرث كافي نفسه. بالضبط بالضبط. يس. يعني مو بس انت اكسكلوسيف. اوكي الشيء الغريب بالسعودية ان عندهم قسم الافراد وقسم العائلات، هذا شيء مو عندنا. هي غريبة بس بابين، بس ان لما تدخل عادي هو الطبيعي. هذه regulations. سبانش لاتيه اللي هبت اللي بلشوا الهبة عندنا بالخليج. سبانش لاتيه ايرث كافيه هو اللي بلشها. تعالوا خلينا نشوف شنو راح نطلب وشوف السبانش لاتيه الاصليه اللي جربناها. وين نقعد؟ صراحة كنت اخذ منهم البنيدكت بس ما ادري، يعني تدري كنا على البحر كذي والامواج والصوت. انا اروح مال هذا لا ثاني مال لاغونا. لاغونا شلون ننسى المناطق؟ في حق لاغونا، في حق سانتا مونيكا، ملروز، لاغونا، سانتا مونيكا، وعندك مال بيفرلي، وعندك مال مالابو. بعد شنو نسيت؟ لا ما نسيت، انا قاعد اعجبني. شوف الكبار لك، قائمة الطعام ما توقعت ان يوم من الايام راح اقرا بالعربي. انت قليل ادب. انا كنت قاعد اوري الناس ان في بالنسخه العربيه وانت تحذف علي انجلش. ترى ثقافتي احسن منك بالعربي. ها اسمع لك برا اصلا. اوكي برا اصلا. اي تيك ايفريثينج بيرسونال. عندك انجريشن. ها انجريشن ادري مو شيء جديد. عربي ايش توقع يعني؟ جيب ماي. ليش ما جبت ماي؟ قلت ليش ما جبت؟ ايه
ما اقدر. لا الحين لازم يبيني يومين انا ما ارجع طبيعي كويت الزيارة. Poached egg and the salsa. شنو تعليقك على الطبق؟ It's a surprise صراحة. بكل أمانة ما أتوقع إني قد شفت فطور بمرقة. تبي يعني مرة عربي. لا مو عشان يكون مرة يكون فيه شفافية تامة. بس yeah. It's an experience يعني حلوم. بيف بوشت ايجز سالسا بطاط اوكي بيزل يا هنا عندك يا details details man. يلا عبد الله انت قاعد تسوي رجيم صح؟ يب بالحالة بون ابيتيت خلاص ما اقدر too much sugar are you sure? جدول يعني تبيني عند كلامي؟ انا جدا حزين انك تمشي جدا حزين اني ما وريتك الرياض وجمال الرياض الحقيقي جيتني بدون تخطيط انا ما خططت وانا غلطه مني انا لكن اوعدك واوعد الفيورز يعني اوعدك واوعد الفيورز جدول افضل من كذا ومطاعم احلى واماكن احلى وعد مني المره الجايه